كنت تايه. حاضر. مع السلامة. ده ايه الدولاب السحري ده؟ ما هي دي الفكرة يا جماعة، واضح ان كل ما الست دي بتتمنى حاجة بتحصل يعني. اتمنى. انتوا حرامية، انتوا مخططين حرامية صح؟ انتوا حرامية. انا الدنيا هتولع، والله الدنيا هتولع، واحنا عايزين المطوفي. الكلام ده مش يعني وده جاي منين ده كمان؟ من الدولاب. لا احنا لازم نرش الدولاب ده، بدا يطلع منه حاجات مش هنفهمها. ده ايه ده؟ ايوه حضرتك مين؟ يا سلبة اتصرف معاه. انت ايه؟ انت ايه يا ابني؟ انا بقالي سنه نفسي افهم انت انت ايه. ها يعني انا مش عايز نبقى اصحاب، مش بتعرف عليك، انا بس مستعجبك. انت ايه؟ الفرصه جات لك تاني يا ابن الكلب؟ مش هتيجي تاني؟ طب انت بتطلع لي انا بس؟ يعني الناس دي شايفينك ولا بتطلع لنا بس ولا انت ايه؟ اتكلم يا ابني قول في ايه؟ قال لك ايه؟ مش عايز يرد يا معلم. انت يعني انت عايز ايه يعني؟ يعني انت معانا عادي يعني؟ يعني وانت نازل بالبيت وتقول لهم رايح امثل؟ واول واحد يقول لك عايز النسخه بتاعت السيناريو بتاعتي؟ ومكلفنا نسخ وما بينطق خالص يا معلم. طب اشرح لنا يا ابني. يخرب بيت غموضك. اشرح لنا انت ايه مثلا؟ هيشرح 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 هو ايه ده؟ هيدينا حاجة من قطر ويعني احنا نكشف ايه؟ يا حول الله. انت ليه يا ابني كلامك قليل في الحياة؟ العمر بيجري. عايز تخش الحمام طيب ولا ايه؟ واكيد بياخد نص اجر. ايه ده انت شمعة؟ انت شمعة يا ابني؟ راجل مطافي. لا ده عيد ميلاده. ايه ده؟ يعني انت بتاع مطافي؟ شوف يا سلبة. يا ابني يا ابني انت ايه؟ انت هتقعد تطلع شمع وتولع فيه؟ انت يا ابني انا مش هسيبك النهارده كلام. فهمت ايه؟ في ايه؟ انا بقالي سنه نفسي اقول لك انا ايه؟ بس محدش راضي يديني مايك. حول الله. تعال تعال اديك مايك. تعال تعال خش جوه هتلاقي واحد تايه. قول له فين المايك بتاعي. ها يا لهوي يا معلم، ده طلع صاحب قضيه. انسان طبيعي راجل حاولنا معاه يعني. طب يا جماعه واضح ان المشكله الاساسيه في الدولاب. اه دي كنا ناسيينها. تعال تعال من الدولاب. كريم انا عايز امشي. امشي امشي. ايه ده؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه الجمال ده؟ مرايتي بقت جميله. انا مالي بقيت عسل كده ليه؟ في كده؟ طب كده
سمعته. هو ده الاسد يا كريم؟ لا ده الفرس. لا على فكره ده انا كنت نايمه نانا وفجاه النور قطع وكده ولقيت نفسي هنا فجاه. ايه ده؟ ممثله فاشله قوي يا جملتين مش عارفه تقولهم. دي برضه فاشله يا معلم. يا الجملتين مش عارفه تقولهم يا دي مش لازم تتكلم. دي تهب على الناس كده بس. لا 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 على فكره مش فاشله، ممكن اوري حضرتك دلوقتي ان انا بعرف امثل. طب وريني بتعرفي تمثلي ازاي؟ ماشي. اصل انا مولوده في ايدي سجار، تررين تررين، ارقص في الثانيه 10 رقصات. ما بس ما بس ما قلت لك اسكت. انت عايزاه يسكت ليه يا ولية؟ هي البلد دي كده، اي حاجه حلوه يبوظوها. واضح يا جماعة ان الدولاب ده بيجيب حاجات كتيرة جدا، كلنا طلعنا من الدولاب يعني. ده ايه ده؟ والله يا استاذ انا حاسس الدولاب ده من العصر الحجري يعني. دم ده جنوم ده جنوم ده جنوم ده جنوم ده جنوم ده 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 ايه يا ويا 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 يا ابو الليفه انا بحب حضرتك قوي. وجدوا بس انت طلعت خرنج اهو عادي، ايه المشكله؟ وجدوا شقك. لا وضع شقك ايه، خلاص انا اسف. نتعرف ببعض. انسان بدائي. انسان اعدادي. انت هتهرج اي شحات من السيده يجي يقول لي انسان اعدادي ويركب دقني ويعدي؟ ايه يا عم انت مجنون؟ ايه الدقن دي؟ انت من الاخوان البدائيين؟ وجدوا طب ثانية واحدة بقى، احنا عايزين نعرف ايه اللي جاب حضرتك هنا. انا كنت قاعد في الكهف بتاعي وباكل وفجأة النار قطعت. ايه ده؟ النار بتقطع عندكم زي عندنا؟ الاحمال مرتفعة والمؤشر كان على الاحمر. معلش معلش. وضع ايه؟ تاكل؟ مش انتوا بتاكلوا بني ادمين؟ كل حماتي دي مش عايزينها. دي كلها عظم والعظم هيقف في زورنا. عرفت طلبك. كل البقرة دي كلها شحوم ودهون وهتكبس على نفسنا مش هنعرف ننام بالليل. كل المزة دي ما تتاكلش، دي ناخدها معانا الكهف ونطلب دليفري. والله بيفهم. ماشي ولا ايه؟ طب نط من هنا. نط من هنا. دخل الدولاب تاني. طيب مع السلامة. مع السلامة. يا ده الدولاب ده عجيب جدا يا جماعة. يبقى احنا دلوقتي ندور على المفتاح. صح. ها؟ ونخرج ويا دار ما دخلك شر. ما دام ما فيش اي حاجه حصلت في البيت عندكم، الدولاب كل شويه بيطلع ناس. صح يا معلم. ولا كله دور على المفتاح. ندور اهو. بقول لك ايه؟ ايه؟ علبه مجوهرات اللي في الدولاب دي. نخش جوه الدولاب نجيب العلبه ونتكل على الله. تمام يا معلم، حلوه الفكره بتاعتك دي برضه. تعال المجوهرات جوه. ربنا يستر. ربنا يستر. فين المفتاح؟ فين؟ انا عايز المفتاح، عايز اخرج من المكان ده. المفتاح راح فين يا رب؟ المفتاح فين؟ يا نهار اسود. ايه ده؟ مساء الخير. مساء النور. انت صاحب الكريمه؟ لا وقع منها. يا ولد انت جامد. بس بقى يا شقي بقول لك ايه. ايه؟ ممكن رقمك. رقم ايه يا راجل انت؟ ده انا واقف قدامك بالروب. ايه شباب اليومين دول لسه عايز الرقم؟ بقول لك ايه، انا شفتك في حته قبل كده بس مش فاكر فين. لا لا ما شفتنيش اكيد يعني. لا شفتك. لا لا مش انا اكيد. لا انا عرفت انا شفتك فين.
اه يا ماهر الكلب. كريم ده انت مدوخنا. اسمعك ايه؟ اسمعني بس يا كريم. ده انا هرسمك اتنين. لا يا كريم مش هتعرف تعمل لي حاجه. انا الساحر ماهر العظيم، اعمل لك السحر الاسود. بلاش الاسود عشان مش بحب. اعمل لك السحر البينك. البينك يبقى حلو عليا ويلم جسمي. انا بعمل لك سحر مش بعمل لك جلابيه. جوزك يا هاني دلوقتي قطه ارنب اي حاجه، بقى مطيع دلوقتي، اي حاجه تطلبيها منه يعملها على طول. انا مش مصدقه نفسي. لا صدقي. طب خليه كده يتنطط. يلا اتنطط يا اعلى فوق، خليك ناطط بس بقى يفضل كده. لا انجز. ها خلاص وقف. طب خليه يلطم. يلطم على وشه. اقول لك اعمل عيل صغير. اعمل عيل. دي اسهل حاجه عندي. ما بتصدق انت. خليه يعمل حاجه تانية. خليه يغني كده. غني يا زي بعض انتوا الاثنين زي بعض، انت خاين وهي سفله. خلاص ارقص. امي وحياه امك. اه ايه شريهان؟ ايه ده؟ اه يا معلم. اه يا معلم لقيت المفتاح. لقيت المفتاح يا بلد. دار العلبه. دار العلبه. لقيت العلبه والمفتاح. المجوهرات اهي. اه دي اللي نخبيها. ايوه طب ده الازهر المفتاح. اه خبي العلبه اهي يا تظهر المفتاح. اهو خبي العلبه اهي. ايوه كده ها المفتاح اهو. اتفضل افتح لنا ويلا كله يروح بقى. كله ايه ده؟ ايه ده؟ انت رايح فين انت؟ يلا نمسك على الله. لا لا مفيش الكلام ده، انت لازم تفجروا لي الدولاب ده. انا عايزه متريليون. Where creates the light that makes an arrow so that it from any world. Where oh ow so can make us pretty larger than make frame of the race and follow the right hand with it boom. So where sing it says when the frame of the right hand ladder ladder ah so sweaty Aaron says swallow boom and it went it. Swallow. Ah, 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 ah